واجتمعتم بين يدي احسن الخالقين وارحم الراحمين مكتفين بالنبي الامين صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا عنه تمجيد هذه الليله ولفته اليها باحاديث وروايات تفوق على البضعه عشر روايه في ليله النصف من شعبان ما بين الضعيف الذي يقوى وما بين الحسن وما بين الصحيح يذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وأنباه بفضل الليلة وأمره أن يأتي أهل المقابر وتفقدته أم المؤمنين عائشة وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه فوجدته في سجوده يناجي ربا جل جلاله وتعالى في علاه وجاء في الرواية الأخرى وجدته عند المقبره يزور المقابر ويدعو لهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وجاء في ماء الروايات انها سمعته يتذلل للاله ويعترف بالنعم ويعترف بالذنب ويعترف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو الاطهر المعصوم فينبغي ان نعترف وينبغي ان نتذلل في ليلتنا هذه للحق وكان سيدنا علي بن ابي طالب يفرغ نفسه للعباده في اربع ليالي في السنه ليلة اول ليله من رجب وليله النصف من شعبان وليلتي عيد الفطر والاضحى وكان من دعائه فيها اللهم ان مغفرتك للظالمين وانا من الظالمين فاغفر لي فهذه مظاهر التذلل والاعتراف بين يدي الرب يا من ينقضي عمره لا يذوق لذه التذلل بين يدي مولاه لا تحرم نفسك وانت المؤمن ان تاخذ من هذه الثمار اليانعات والعطايا الكبيرات ذله هي غايه اللذه للمؤمنين ذله لرب العالمين فيها عزك الابدي وفخرك السرمدي فلا والله لا يعز الله الا من تذلل له وخضع لعظمته جل جلاله واستكان لجلاله وأقبل بكليته عليه